جواد العودتي عضو في اللجنة المؤقتة لفريق المغرب التطواني. فكما شفتوا البارح تم التعاقد مع إطار الوطني محمد العلوي الإسماعيلي بعقد يمتد لسنة بمعية مساعديه هشام صباح وكذلك مدرب الحراس. هذا التعاقد جاء يعني بمعايير أو إمكانيات اللي كاينة متاحة عند الفريق. مدرب طموح، تجربة لا بأس بها، إطار سابق في الأكاديمية محمد السادس، مؤطر، تجارب في واتزام، في زمامرة، كذلك بني ملال. نتمنى إن شاء الله يقدم شيء إضافة للفرقة. وبخصوص انتدابات اللي كانت كذلك البارح، كان عبد الصمد ماهر العميد ديال فريق الرجاء بني ملال، وكذلك كان مهاجم محمد لامين عقد إعارة مع حقية الشراء لموسم واحد كذلك. إن شاء الله يعني اليوم غتكون حصة تدريبية في مركز ملاليين، غادي يوقف الطاقم التقني على اللاعبين، التركيبة البشرية اللي كاينة، ومن ثم إن شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا يعني باستشارة مع المدرب اللاعبين اللي يمكننا نعزو بهم التركيبة البشرية. وبالموازاة كذلك كان واحد استشارة ولا كان اجتماع مع مدير مركز التكوين سي البناني، وطمأن على أن المدرسة يعني ممكن دمجوا حتى 10 لاعبين في الفريق الأول اللي قد يقدروا يقدموا الإضافة. وإن شاء الله كان وعد الجماعة التطوانية أننا ما غنديروا كل جهدنا كل وقتنا إمكانيتنا كذلك لأننا إن شاء الله نمشوا بالفرقة إن شاء الله على بر الأمل.